بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هناخد اكسرسايز سريع على ليسن 1 في شابتر 1 يونت 5. في الاكسرسايز ده جات لي مجموعه اسئله محتاج ان انا اناقشها معاكم. اول سؤال بيقول لي which of the following pairs of elements atoms their nuclei contain the same number of neutrons. بص بقى، هو هنا عاوز تقول له مين الاختيار الصح اللي هيكون فيه النيوترونز قد بعض. طب احنا بنحسب النيوترونز ازاي؟ نفترض مثلا ان انا عندي element اسمه اكس، ماشي، وان الماس نمبر اي وان الاتوميك نمبر زد، فاحنا بنجيب النيوترونز عن طريق ان احنا بنقول اي ماينس زد. خلاص يا شباب، يعني اللي فوق ماينس اللي تحت عشان نجيب النيوترونز. طيب تعال نروح لاول واحد. اول واحد ده اللي هو البي 12 minus minus 5 equal a equal 7. طيب و 12 minus 6 ده ب 6، يبقى ده كده مش معانا. طيب هنا 1 minus 1 يبقى عدد النيوترونز كام؟ 0. طيب وهنا 12 minus 1 هنا ب 1، ده مش معانا برضو. هنا ال 12 minus 6 ب 6، 13 minus 7 ب 6. يبقى الاختيار ده معانا. يبقى الإجابة الصح إيه؟ الإجابة الصح هي number A number C. يبقى الإجابة الصح على السؤال ده. هو هدف السؤال ده ايه؟ هدف السؤال ده ان هو يعلمك ازاي ان انت بتقدر تحسب النيوترونز، وهو عن طريق انك بتحسب الماس نمبر ديفايدد سوري ماينس الايه الاتوميك نمبر. ماشي يا شباب، السؤال اللي بعده بيقول لي ذا اتوميك ماس او ذا اتوميك نمبر. الاتوميك نمبر اللي هو الرقم اللي تحت، يعني احنا قلنا لو عندي اكس مثلا فالرقم اللي تحت ده هو الاتوميك نمبر. خلاص، atomic number of iron 26 and it's found in nature in form of four isotopes. يعني انت عندك اربع اشكال من الايرون، عندك الايرون 54، عندك الايرون 56 57 58. السؤال which of the following statements، مين في العبارات اللي جايه دي، explain the reason، بيوضح السبب that all isotopes have the same chemical properties. هو السؤال بيكلمك عن ان ازاي الايزوتوبس دي عندهم نفس النمبر من الايه من ال سوري ان كل الاليمنتس دي او الايزوتوبس دي عندها نفس النمبر اوف اتوميك نمبر، وازاي هم كلهم عندهم نفس الكيميكال بروبرتيز. طيب ايزوتوب يعني ايه؟ ايزوتوب يعني element عنده اكتر من شكل وكلهم متفقين في نفس النمبر اللي هو الاتوميك نمبر. يعني ايه كلهم متفقين في نفس الاتوميك نمبر؟ يعني كلهم عندهم نفس عدد البروتونز، كلهم عندهم نفس عدد الايه البروتونز. يبقى الاختيار مثلا اللي هو رقم بي ده اختيار صح، لان كل دول عندهم فعلا نفس النمبر اوف بروتونز. هم مختلفين في الماس نمبر، مختلفين في اللي فوق، بس اللي تحت كله بيساوي 26. يعني الاختيار نمبر بي صح. الله، الاختيار نمبر 1 ده غلط مش معانا، لانه بيقول لك ان هم هيبقوا متساويين في الماس نمبر. لا، مش متساويين في الماس نمبر. طب متساويين في النيوترون؟ لا، انما الاختيار نمبر بي صح. والاختيار نمبر دي صح. ايه الاختيار نمبر دي؟ بيقول لك ذا نمبر اوف الكترونز ان ذا لاست انرجي ليفل، ان كلهم متساويين في عدد الالكترونز اللي موجوده في اللاست انرجي ليفل، وهو ده الاختيار الصح. يعني نمبر دي هو الاختيار الصح. ايه ده يا مستر؟ مش مفروض ان حضرتك شرحت لنا في الدرس وقلت لنا ان الايزوتوبس هي عناصر او اليمنتس مختلفه في الماس نمبر بس متفقه في النمبر اوف بروتون؟ ايوه، ولكن السؤال بيتكلم على ايه سبب ان هم عندهم سيم كيميكال بروبرتيز، وسيم كيميكال بروبرتيز دي مرتبطه بعدد الالكترونز اللي موجود في اخر انرجي ليفل، مش مرتبطه بعدد البروتونز. ممكن يبقى لهم نفس عدد البروتونز بس مختلفين في الكونفيجريشن اللي بره. يبقى بالتالي ان كل الاليمنتس دي متدفقه مع بعض في النمبر اوف الكترونز ان لاست انرجي ليفل. ليه اخترت ده برضو يا مستر؟ لان هو بيسألك على سبب تشابههم في الكيميكال بروبرتيز. هو بيسألك على سبب تشابههم في الكيميكال ايه؟ في الكيميكال بروبرتيز. ماشي يا شباب؟ طيب نكمل. سؤال مهم السؤال ده.
السؤال اللي بعده، مسألة بيقول لي calculate the amount of energy produced from transformation of 0.2 gram of substance into energy measured in، احسبه لي بالجول واحسبه لي بالمليون الكترون ايه الكترون فولت. لو بصينا الإجابة احنا عندنا يا شباب اتنين او قانونين بنحسب بيهم، القانون العادي التقليدي بتاع اينشتاين اللي هو E equal MC سكوير، والقانون الثاني اللي هو بيقول ان E بس بالمليون الكترون فولت equal M تايم 931. ايه الفرق بين القانون ده والقانون ده؟ عشان لما جيلك مسألة خد سكرين شوت من دي، من المسألة دي هتجيلك في الامتحان، هتجيلك يعني. يقول لك ايه؟ ان لو اشتغلت بالقانون الاول اللي هو بيحسب الاي، ما هو ده بيحسب الاي وده بيحسب الاي، بس ايه الفرق بين ده؟ ان ده بيحسب لك الاي بالجول وده بيحسب لك الاي بالمليون الكترون فولت. ولو اشتغلت على القانون الاول اللي هو بيحسبه لك بالجول، لازم تشتغل ان الماس بالكيلوغرام وان السي دي هي سرعه الضوء، خلاص، وان السي دي هي ايه سرعه الضوء. ولو اشتغلت على الانرجي بالمليون الكترون فولت، الام ساعتها هتشتغل عليها باليو اللي هي الاتوميك اتوميك ماس يونت يعني، وتايم الايه الرقم الثابت ده. طيب احسب لك الماس دي بالجول، يبقى هشتغل بالقانون الاول، يبقى هجيب الاي هقول له الاول، بس خلي بالك ان هو هنا مديها لي بالجرام، فلازم احول لكيلو جرام الاول، لان انا قلت لك الماس هنا هتشتغل بكيلو جرام. فحولناها الكيلو جرام عن طريق ان احنا عملنا ديفايد 1000 على المساله، على الملزمه على الكالكوليتر سوري، وحسبناها بالكيلو جرام. وبعدين خدنا الانرجي، قلنا هنحسب الانرجي، الماس اللي احنا لسه حاسبينها بقى بالكيلو جرام اهي، خلاص بعد ما حسبناها بالكيلو جرام يعني، والسي هي 3 تايم 10 تو ذا باور 8، وفي بين القوسين بقى باور تاني باور 2، خلاص. وبتحسب يطلع لك بالجول الرقم ايه ده. ده بالنسبه للجول. بالنسبه للمليون الكترون فولت هو نفس القانون، نفس الفكره، بس هحول الجرام ليو الاول، هحول الجرام لاي ام يو الاول، خلاص، اللي هي اليو اللي هي اليونت بتاعه الايه الاتوميك ايه ماس يونت. وبعد ما حسبتها اليو، خلاص اخد الرقم اللي انا طلعته اللي هو 1.2 تايم 10 تو ذا باور 23، اعمله تايم ايه الفاكتور الثابت اللي هو 9c1، يطلع لي الايه، يطلع لي اليونت بالمليون الكترون فولت. مسألة مهمة، مهمة جدا، بتيجي في امتحانات كتير. أتمنى بس إن أنتوا تكونوا فهمتوا الفكرة بتاعت المسألة دي، خلاص؟ الفكرة بتاعت المسألة بتدور حوالين إنك لو هتشتغل بالجول هتشتغل بالقانون الأول، هو ده أصلا ملخص الدرس كله أساسا يعني. ولو هتشتغل باليو فأنت روح للقانون التاني اللي هو الفي فاكتور ثابت اللي هو الـ 931 اللي هو 931 اللي هو 931. ماشي يا شباب، تعالوا نروح ناخد سؤال تاني برضو مسألة، بس المسألة هنا أنا بلعب معاك لعبة بالعكس، يعني أنا مديك الانرجي، أنا مديك الايه الانرجي وعاوزك تحسب لي الماس. فأنا بقول لك the transformed أو calculate the mass transformed into، والرقم مديهولك بالمليون الكترون فولت. يبقى احسب لي الاول بالاتوميك ماس يونت اللي هي اليو، واحسب لي بالجرام. طيب انت هتروح تجيب لي، هتقول لي ايه الاول؟ الاول هتقول لي انك انت عشان تشتغل على اليو دي، فانا عندي الاي ايكوال، خلاص، يو الام باليو، الام اللي هي باليو تايم ايه تايم 931. يعني انا لو عاوز ده هخرج ال 931 ايه ديفايدد الاي، صح ولا لا؟ زي ما انا عامل هنا اهو، فاهم الفكره؟ طيب يبقى انا لو بحسب باليو هجيب الاي اللي انت مديها لي بالمليون الكترون فولت، لان خلاص احنا عرفنا ان قانون المليون الكترون فولت هو ان الاي ايكوال ام تايم اي 9c1. حسبنا الاي ديفايدد الرقم الثابت، طلع ايه الرقم دبليو، خلاص. انت بقى هتاخد اليو دي وتحولها لجرام، لان هو عاوزها باليو عاوزها بجرام. انا كان عندي قاعده انك انت لو عندك ماس باليو، خلاص، تقدر تعملها لو هي يو، لو عملت الرقم ده تايم 1، خد بالك 1.6 تايم 10 تو ذا باور 23 ماينس 23، هيطلع لك الرقم بالايه بالجرام. وخد بالك من التحويله دي جدا، من يو لجرام بتعمل تايم الرقم ده، طب من جرام ليو بتعمل ديفايد. وكنا لما انا كنت بشرح لكم الدرس كان في تحويله، او كان في اثناء الشرح جراف، الجراف ده بيوضح لك كل التحويلات، خلاص.
خلاص انا هحاول اجيب لكم الجراف ده اهو، خد منه سكرين شوت برضو، او ارجع للشرح بتاع الدروس تاني اللي احنا كنا شرحناها البارت اللي فات متهيألي. ده الجراف ده بيوضح لك كل الايه، كل التحويلات اللي انت عاوزها. يعني مثلا من جرام لاتوميك ماس بتعمل ايه؟ ديفايدد اهو، لسه بقول لك من جرام ليو ديفايدد. طب من يو لجرام بتعمل تايم الايه؟ تايم الرقم ده. علي الريزوليوشن بتاع الفيديو وخد منه سكرين شوت، او حمل الملزمه. انا هسيب لك الملزمه في اول تعليق، لو عاوزين ملزمه هسيبها لكم في اول تعليق مفيش مشكله، وتقدروا ان انتوا تحولوا الايه الكميات دي مع بعضها. ده كان اكسرسايز سريع، حبيت ان انا اعرفكم الاسئله المهمه اللي كان اصحابكم سالوني يعني عليها. بتمنى لك وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله والنجاح، وتكونوا دايما من الاوائل. هنتقابل باذن الله في فيديو جديد ودرس جديد في الفيديو اللي جاي. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.